اللي انت تشتغلي فيها. وممكن على فكره ممكن تشتغلي في مكان هو مش ريليتد قوي بالحاجه اللي انت عارفاها، بس انت توظفي شغلك ان انت تقولي للناس او تقنعي الناس ان يا جماعه انا شاطره في الحته دي وعايز اشتغل فيها بدون فرصه. ولازم تاخدي الفرصه وتثبتي لصاحب العمل او لمديرك ان انت فعلا شاطره في الحته دي وحققتي تغيير في الشغل بتاعك. يعني انا ادخل في المجال مش شرط ان انا يعني ابقى في المكتب اللي انا قاعده فيه، ده حضرتك اتدربت في اجهزه طبيه وما كانش في مؤشر، بعد كده كانت بتترفع حضرتك فيها. يعني انا اهم حاجه اتدرب واشوف، يعني اولا اتدرب وبعد كده اشوف اذا كنت انجح ولا لا، ولا ده بالنسبه لهم في طبيه وقت. لا معلش تاني يعني مثلا يعني الاختلاط والكوميونيكيشن مجالاتها واسعه جدا، فانا ممكن اختار مجال انا حابه ممكن ان انا اكون هنا فيه، وبعد ما اتدرب ممكن يا اكمل ما اكملش، ولا انا من الاول خالص اقول انا هكمل ولا ما اكملش. يعني انا اتدرب الاول بعد كده اشوف امكانياتي ولا ما اتدربش خالص. عشان طبعا لازم دايما بقيس الحاجه اللي انا شغال فيها، هل في نجاح حصل، هل انا بستفاد ولا لا؟ لو حسيت في نجاح بقدر اكمل وبقدر اشتغل تاني وبقدر ابروسس في الموضوع اللي انا شغال فيه لحد ما بلاقي ان الدنيا بتتحرك معايا. دلوقتي كنت حضرتك عملت الشركه بتاعت حضرتك الهوم بيزنس بتاع حضرتك. طيب الواحد بيبقى عنده ساعات افكار كتير بس مش عارف ازاي يطلعها للنور، حضرتك ازاي طلعت الافكار بتاعت حضرتك للنور؟ معلش اخر باراجراف بس. بسال ازاي حضرتك طلعت افكارك للنور بحيث ان حضرتك تعمل شركه وكده؟ ما زي ما قلنا ممكن يكون عندك فكره، بس الفكره دي مثلا تقول انا مثلا يعني انا هعمل ساعه رقميه. ممكن الكلام ده من 30 سنه كان كويس، عندك فكره بايونير. خلاص ممكن اقول مثلا ان انا هعمل حاجه كل الناس عاملاها، ما ينفعش، لازم تعمل فكره يونيك ولازم تدور الحاجه، لازم تبص بطريقه ثانيه. لو هتبص بطريقه زي ما كل الناس بتبص مش هتعمل حاجه، لازم تبص بطريقه مختلفه، تبقى عينيك عينيك مختلفه، تبص على الحاجه وتعرف ايه المشكله فيها. زي ما احنا بصينا على الالترا ساوند لقينا مشكله، كل الناس بتبص كل يوم ان دي عادي، بس في الاخر الناس عندها نيك، فلازم تدور على النيك بتاع الناس. لان ده في الاخر ده الكونسيومر بتاعك، ده اللي هيشتري منك البرودكت بتاعك. فلازم تعرف هو محتاج ايه وتحققه منه. حضرتك قلت ان حضرتك كنت بتسافر امريكا وتشاينا وتسوق المنتجات بتاعت حضرتك هناك، حضرتك كنت بتروح فين مثلا تعمل ايه عشان الناس تعرف حضرتك؟ برضه جزء الماركتنج جزء علمي كبير، يعني كان حاجه زي ما قلنا ان احنا كنا عايزين نسوق البرودكت بتاعنا في امريكا. فاول حاجه من اول الحاجات المهمه في الماركتنج ان انت تشو يور برودكتس في السوق. هتشوف ازاي؟ لو انت مثلا النهارده مثلا يعني بتبيع موبايل وعايز تبيع عندك المحل، ده الشو روم بتاعتك. ممكن تقول انا عايز كمان اروح معرض، في معرض مثلا في الشبان المكتبين فانا اروح المعرض. فاحنا عملنا كده، شفنا ايه المعارض الكبيره العالميه ورحنا اشتركنا فيها. وكان برضه ناس بتقول عليهم مجانين، فاول معرض كان بالنسبه لنا معرض في دبي. كانت التكلفه بتاعي ان ده بروح وبعمل بوست ليا وبحط المنتجات بتاعتي. جنب ايه تاني؟ يعني انا مش رايح معرض مثلا شوفان وشين، رايح المعرض بتاعهم فيه شايتس، اللي هو المكان بتاعهم فيه شايتس، الورلد تريد سنتر، كنت رايح اول مره الورلد تريد سنتر. تاني خطوه هنا على طول رحنا معرض في فيينا وسط برضه العمالقه في النمسا، رايحين احنا اثنين مصريين شركه مصريه بتعرض هاي تك برودكت في البايوميديكال انجينيرنج ورايحين معرض في فيينا. تالت طلعه كده في امريكا شيكاغو، رحنا معرض اسمه الارس ان ايه، ده اكبر معرض في العالم في الاشعه. قعدنا ثلاث سنين عشان ندرس نروح ازاي المعرض، ازاي الناس بتعمل ايه عشان تروح المعرض، وازاي اعرض الحاجه بتاعتي ازاي. فده من ضمن الحاجات. بعد كده تتعرف في المعارض، الناس بتيجي تعرف انت بتعمل ايه وتبتدي تزور الناس اللي كان صوت. شكرا. انا ممكن اخد بس سؤال كمان؟ لو في اسئله يعني. في ميديكال انجينيرنج او عاوزين يكملوا دراسه في الفيلد ده، في معهد البحوث الطبيه هنا اللي ورا كليه الهندسه في قسم ميديكال انجينير، فممكن ممكن تعملوا ريبورت جاي فيه لو انت مركز لموضوع. شكرا. لو حد يا جماعه عايز اي حاجه يسال في دبي ميديكال انجينيرنج ممكن يبعت لي ايميل على محمد شوره@gmail.com
لو حد في سنه رابعه مخلص بس يكون مخلص يعني يبعت لنا على الدوكس ات دكتوره مجد كومي.